بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. هناك مشكلة يقع فيها الكثير من الأزواج وتؤدي إلى التعاسة في الحياة الزوجية، وهو إفشاء أسرار الحياة الزوجية. فبعد إفشاء أسرار الحياة الزوجية، والذي يعتبر من الأخطاء الزوجية الكبيرة والتي تسبب الشعور بالتعاسة، لأنها سلوك مؤذي للغاية ويجرح خصوصية الحياة الزوجية ويعطي الآخرين فرصة للتعرف على أدق تفاصيل الحياة الزوجية لتصبح مكشوفة لهم، وهو أمر خطير يحول دون هدوء الأسرة بعد ذلك. لا تفكر أبدا في الاستقرار العائلي، في استقرار العلاقة بينك وبين زوجتك، إذا أنت قمت بإفشاء أسرار الحياة الزوجية. وكذلك أنت لا تفكري بعد ذلك أبدا بأنك تشعرين بالاستقرار العائلي والنفسي والطمأنينة بعد أن قمت بإفشاء أسرار العلاقة الزوجية، وكيف تعيشين مع زوجك، وكيف يعاملك، أو أنت كيف تعاملينه وأنت كذلك. نعم، أنت تتحدث وأنت تتحدثين مع شخص مختص، لا بأس، شخص حكيم فاهم مختص بقضايا الأسرة، لا بأس، تتكلمين من الناحية الشرعية وتسألين، لا بأس، ولكن إفشاء الأسرار الزوجية للأصدقاء والصديقات والأهل والأقارب مجرد للفضفضة وللتكلم عن حرقة القلب الذي يعني أنت تشعر به أو أنت تشعرين بها، هذا ليس بالجيد. لماذا؟ لأنك سوف تسمح بتدخل الآخرين في الحياة الزوجية. ليس من المفترض أبدا أن يتدخل الآخرون في شؤون الحياة الزوجية، لما في ذلك من عواقب وخيمة وشرسة قد تفتك بالحياة الزوجية، لأنه كلما تدخل الآخرون في الحياة الزوجية كلما زادت احتمال الفشل أو زادت احتمالات الفشل والتعاسة الزوجية. ولذلك يأتي السماح بتدخل الآخرين في الحياة الزوجية ضمن أخطاء زوجية تسبب الشعور دائما بالتعاسة. أمك ستقول كذا في هذا الموضوع، أمها سوف تقول كذا، أختها، أخوها، أبوك أنت، أخوك أنت، صديقك، صديقتها، إلى غير ذلك، وسوف تفكر بآلاف الآراء، وهي كذلك سوف يدخل في حياتها آلاف الآراء. لن تشعروا بالأمان بعد ذلك، صدقوني أبدا لن تشعروا بالاستقرار العائلي، إلا بشرط واحد: من الآن وصاعدا لا تفشوا حياتكم أمام الآخرين. أسرار حياتكم الزوجية لا تفشوها ولا تتكلموا بها لأحد، إلا إذا كان مختصا أو كان من ناحية الحكم الشرعي إلى غير ذلك. وألا إذا استوجب الأمر، وصل الأمر بينكما لحد، كما قال الله سبحانه وتعالى بأن يصل الأمر أن تأخذ رأي حكيم من أهلها، أو تأخذ رأي حكيم من أهله، أو تأخذين رأي حكيم من أهله. ما عدا ذلك بقية الأسرار لا يمكن إفشاءها أبدا. وفي الأعم الأغلب نتيجة الرسائل التي هي يعني تتجاوز المئات بشكل يومي، نجد أن الزوجات عندما يفشين أسرار الحياة الزوجية والرجل كذلك يفشي أسرار حياته الزوجية، سوف نجد أن العائلتين سوف تتدخل، وفي الأعم الأغلب يؤدي إلى الخراب. هذا التدخل يؤدي إلى فساد الأسرة بأكملها. فرجاء رجاء 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 حافظ على أسرار بيتك، حافظي أنت أيضا على أسرار بيتك قدر الإمكان. وإذا أردت أن تتحدث أو أردت أن تتحدثي أنت، فتحدثي مع حكيم، مع شخص عاقل، وأنت كذلك مع شخص عاقل، امرأة عاقلة حكيمة إلى غير ذلك. ربما أنت تقولين لي أقول لأمي، ولكن أمك لا تتصف بالحكمة أبدا. ربما تقول أنت لي أقول لأبي، ربما أبوك متهورا، إلى غير ذلك. يجب أن تختار شخصا عاقلا يستوعب الحياة الزوجية، يحترم الحياة الزوجية، يقيم العلاقة بين الزوجين، وكذلك أنت تختارين من يقيم العلاقة ويحترم العلاقة الزوجية ويضع لها منزلة كبيرة. عرفنا الآن؟
فسبب التعاسة الزوجية من أول نقاطها هي مسألة إفشاء أسرار الحياة أو إفشاء أسرار الحياة الزوجية بين الطرفين. برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.